كنتمنى تكونوا راجعتوا الاعداد من 0 الى 99 تزايدين وتناقصين لكيس ولا عليكم انجاز هذه التمارين. نصحح التمرين الاول مطلوب منا ان نلون اكبر العددين اين هو اكبر عدد في هاتين العددين؟ العدد الذي لديه اكبر العشرات هو العدد الذي اكبر. هنا واحد وهنا اثنان، اي 10 20. العدد الأكبر هو 21، إذا سألونه بطاقة التي تضم العدد الأكبر الذي هو 21. ننتقل إلى العددين الثانيين، لدينا نفس عدد العشرات 6 و 6، إذا 6 تساوي 6. سنقارن الوحدات، هنا 0 وهنا 9، إذا 9 أكبر من 0. سنلون العدد 69. العدد 25 والعدد 89، أين هو العدد الأكبر في هاتين العدد في هاتين العددين؟ إذا العدد 25 رقم عشراتي هو 2، والعدد 89 رقم عشراتي هو 8. لدينا 8 أكبر من 2. سنلون إذا العدد 89 الذي لديه أكبر عدد رقم العشرات. لديكم اختيار في اللون الذي تفضلون أن تلونوا به. نمر إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني مطلوب منا أن نرتب هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، ودائما نبدأ من جهة اليسار من هذه الجهة. إذا أكبر عدد هنا هو 90، ثم نمر إلى ثاني أكبر عدد وهو 88. نكتب 88، نشطب عليه لكي لا نعود إليه مرة أخرى. ثم العدد 50، ثم بعده العدد 45. ماذا بعد؟ العدد 22. هنا نرتب هذه الأعداد انطلاقا من العشرات ثم إلى الوحدات. بقي لدينا العدد 19، 15، 5، 13 و10. 5 هو وحدات فقط، ليس لدي عشرات. إذا سنقارن الأعداد التي لديها الوحدات والعشرات. هنا في رقم العشرات هو 1، وهنا 1 و 1. إذا نمر إلى مقارنة وحدات هذه الأعداد 0، 3، 9 و 5. إذا 19 هي الأكبر، لأن 9 هو رقم وحدتها. ثم 15، ثم 13، ثم 10، وأخيرا رقم 5. ننتقل إلى التمرين 3. التمرين 3 يقول سنقارب هذه الأعداد من الأعداد بوضع الرمز المناسب، أكبر، أصغر، أم يساوي. لدينا العدد 21 و14. دائما نقارن رقم العشرات، 2 أكبر من 1، إذا نضع الرمز أكبر. هنا 1 وهنا 1، إذا ماذا سنقارن؟ سنقارن رقم الوحدات، 8 أصغر من 9، نضع الرمز أصغر. هنا 22 و27، 2 لدينا 2 هنا، إذا لدينا نفس رقم العشرات. نمر إلى الوحدات، هنا 2 وهنا 7، 27 أكبر من 22. وهكذا نقوم بنفس الطريقة مع أعداد أخرى. 12 أكبر من 6، 26 أكبر من 25، 28